بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. اهلا بحضراتكم مع قناة دكتور أوغسطين في حلقة جديدة عن موضوع تحقيق نبوات صلب المسيح. هنقول بعض الامثلة من النبوات اللي حصلت اللي بتأكد صلب المسيح وتأكد انه ما كانش مفاجأة للشعب اليهودي، مش يعرفوا ان المسيح هيتصلب فحسابهم عسير، حسابهم عسير جدا 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 جدا. يا هلا بالجميع. اللي عنده أسئلة بعد الموضوع يقدر يسأل، يقدر يكتب في التعليقات ونرد عليكم. رجاء مشاركة البث لكل الإخوة والأخوات، رجاء رجاء. مشاركة البث لكل الإخوة والأخوات. هنبدأ بمزمور 22. ثقبوا يدي ورجلي وأحصوا كل عظامي، اختسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا، تكلموا بشفاههم وحركوا رؤوسهم وقالوا إن كان آمن واتكل على الرب فليخلصه ولينجه إن أراده. لما نيجي نشوف الإنجيل، إنجيل متى 27 من آية 27 لآية 35، واللي احنا بنقراه في اسبوع الالام، اللهم اترحم علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين سماع انجيلك المقدس، واصلهم بشارة انجيل معلمنا مريم التبشير. هنا زين اخذ جند الوالي يسوع وادخلوا الى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا وضفروا كليلا من شوك وضعوه على رأسه وجعلوه قصبة في يمينه، وكانوا يكسون على ركبهم قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود، وكانوا يبصقون على وجهه، فأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. فلما هزوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوا ثيابه وأخذوه ليصلب. وفيما هم خارجون وجدوا رجلا كيروانيا اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. ولما أتوا إلى الموضع الذي يقال له الجلجسة الذي هو موضع الجمجمة، أعطوه خلا ممزوجا بمرارة، ولما ذاق لم يرد أن يشرب،
ولما سلموه اقتسموا ثيابه بينهم مقترعين عليها، ثم جلسوا يحرسونه هناك، وجعلوا قضية فوق رأسه مكتوبة هكذا: هذا هو ملك اليهود. حينئذ انصلبوا معه للصين، واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره، وكان المكتسبون يبدفون عليه ويحركون رؤوسهم قائلين: يا ناقض هيكل الله وبنيه، في 3 أيام خلص نفسك إن كنت أنت وابن الله، فانزل عن الخشبة. وكذلك كان رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ يستهزئون به قائلين: خلص آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسه، إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل عن الصليب لنؤمن به، إن كان متوكلا على الله فلينقذه الآن إن كان يريده، لأنه قال: أنا وابن الله. وكذلك اللصان اللذان صلب معه كان يعيرانه. ومن وقت الساعة 6 كانت ظلمة على الأرض كلها إلى وقت الساعة 9، والمجد لله دائما. جه معلمنا مرقس 15 من 26 ل 33 بيأكد برضو نبوة مزمور. وأيضا من جه معلمنا مرقس البشير: بركات علينا آمين. وكان عنوان علته مكتوبا: ملك اليهود. وصلبوا معه للصين، واحد عن يمينه وآخر عن يساره. وتم الكتاب القائل: وأحصي مع الأسماء. وكان المكتزون به يجدفون عليه ويزن رؤوسهم قائلين: يا ناقد الهيكل وبنيه، في 3 أيام خلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة كانوا يستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قائلين: خلص آخرين وأما نفسه فلم يقدر أن يخلصها، إن كان هو المسيح ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب لنرى ونؤمن. وكان اللذان صلبا معه يعيرانه أيضا. ولما كانت الساعة 6 كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة 9، والمجد لله دائما. وإنجيل معلمنا لغة 23 من آية 26 لآية 44: وبينما أيضا المعلم مالوك البشير فقط علينا أمين، وبينما منطلقون به أمسك واحدا يدعى سمعان القيرواني كان آتيا من الحقل، وضع عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. وكان يتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنا يلطمن ونحن عليه. فالتفت لهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم، لو تبكين عليها بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه هذا 3 أيام يقولون فيها: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع. حينئذ يبتدون يقولون: الجبال اسقط علينا وللأكام غطينا، لأنهم كانوا قد صنعوا هذا بالعود الرطب. وماذا يكون باليابس؟ وجاء أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتلا معه. ولما مضوا به إلى المكان المسمى إقرانيون صلبوه هناك مع عامل الشر، واحدا عن يمينه وآخر عن يسار. وقال يسوع: يا أبت اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذا اقتسموا السيف بينهم اقترعوا عليها، وكان الشعب قائما ينظر، والرؤساء أيضا يستهزئون به قائلين: خلص آخرين فليخلص نفسه، إن كان هو المسيح ابن الله المختار. وكان الجند أيضا يهزمون به وهم يقبلون عليه ويخدمون له خلان قائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوانه فوقه مكتوبا بالعبرانية والرومانية واليونانية: هذا هو ملك اليهود. وكان واحد من المسلمين المصلوبين معه يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وخلصنا. فأجاب الآخر أن تهرو قائلا: أما تخشى الله؟ إذا نحن تحت هذا الحكم بعينه، أما نحن فبعدل جزينا، لأننا إنما تستوقف أعمالنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا رديئا،
ثم قال ليسوع اسقني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ وقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة فكانت ظلمة الأرض كلها إلى وقت الساعة التاسعة. والمجد لله دائما. الآية برضو التحقيق في إنجيل يوحنا 19 من آية 13 لآية 27. سلام ونعمة يا هلا. يا هلا بيك يا هلا يوسف. وأيضا إنجيل معلمنا مريم يوحنا البشير والتلميذ الطابق علينا أمين. فلما سمع بولس هذا الكلام أخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له رصيف الحجارة وبالعبرانية جباسة. وكانت جمعة الفصح وكانت الساعة السادسة. فقال بيلاطس اليهود هو ذا ملككم؟ فصرخوا وارفعوا ارفعوا اسلبه. فقال لهم بيلاطس اسلب ملككم؟ أجاب الرسائل كان ليس لنا ملك إلا قيصر. إذا أسلم إليهم يسوع لاسلبوه. فأخذوا يسوع ومضوا به. فخرج واحد من الصليب والمضى الذي يقال له الجمجمة والبعنية يسمى الجلجوسة حيث صلبوه. فصلبوا معه للصين آخرين من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوان الموضع على الصليب وكان مكتوب يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثير من اليهود لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة. وكان مكتوبا بالعبرانية والرومانية واليونانية. وكان الرؤساء كانت اليهود يقولون لبيلاطس لا تكتب أنه ملك اليهود بل إنه قال إني أنا ملك اليهود. أجاب بيلاطس ما كتبت قد كتبته. أما الجند فلما صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل جند قسمة. وأخذوا قميص أيضا وكان القميص بأي خياطة منسوبا كله من فوقه. وقال بعضهم لبعض لا نشقه فلنختار يعوه عليه لمن منا يكون ليتم المكتوب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا كرة. هذا ما فعل الجند. وكانت وقفات عند صليب يسوع أمه وأخت مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفان قال لأمه يا امرأة هوذا ابني. ثم قال للتلميذ هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذ ذاك التلميذ إلى بيته. والمجد لله دائما. ازاي 3 في 1 حضرتك نفس وجسد وروح عاقلة وفي نفس الوقت واحد قوة انت. حاضر. مبدئيا كده بنتكلم عن تحقيق نبوة من نبوات عن صلب المسيح وهي مزمور 22 واللي واضحة بصريحة جدا اللي هو في الزبور. الزبور هو سفر المزامير بيتقال ثقبوا يدي ورجلي وأحصوا كل عظامي. متى حدث وكيف حدث ثقب اليدين والرجلين وإحصاء كل العظام إلا مع السيد المسيح في الصليب؟ هو ده اللي حصل. وجبت لحضراتكم دلوقتي من الإنجيل من 4 أناجيل تحقيقها طريقة الكتاب المقدس كله. ربنا يديك دي زي مفيش حد كبير على التعليم اللي قرا مرة يقرا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين وأكتر من كده كمان. ثقبوا يدي ورجلي. ثقب اليدين والرجلين حصل فعلا مع المسيح في الصليب. المسيح صلب. لو تكرمت ايه الفرق ما بين الأناجيل الأربعة؟ سؤالك حلو ببساطة جدا جدا جدا. دلوقتي مثلا على سبيل المثال نفس الحدث
تصور باربع كاميرات، وليكن الحدث ده فرح، الاربع نجيل زي بعض. ايوه، بس اتجاهات لنفس الحدث، يعني زي انت فرح ومكلف اربع كاميرات باربع مصورين يركزوا في الحفلة ويتكلموا عن الحفلة واللي حصل في الحفلة. الكاميرا الأولانية مركزة على جزء، التانية مركزة على جزء، التالتة مركزة. هل خرجوا بره الفرح؟ خرجوا بره الحدث الأصلي اللي هم بيصوروه؟ لا. هكذا مع الفارق، يعني الأناجيل كانت موجهة كلها طبعا للبشرية كلها، ولكن بتخصص ووضوح إنجيل متى كتب لليهود، فبيظهر أجزاء معينة ولا يناقضها الأناجيل الأخرى، إنجيل مرقس للرومان، إنجيل لوقا لليونانيين، إنجيل يوحنا لكل البشرية. فالأربع أناجيل هي رسالة لكل البشرية فعلا، ولكن هل الرب محتاج تصوير رباعي؟ ولا محتاجك ولا محتاجني ولا محتاج أديان ولا محتاج رسل ولا محتاج أنبياء. يلا، ربنا مش محتاج كل ده، ولكن الله بيستخدمنا كعاملين معهم كإعلان. الله هل كان محتاج لأنبياء عشان يبشروا بيه؟ ولكن الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء كلمنا في ابنه، ابنه كلمة الله، مش معناها أن الله اتخذ اسمه بمنتهى البساطة. الله لم يتخذ صاحبا، الله لم يتخذ صاحبا. هل فعلا متى نقل من مرقس؟ ما سألتوش يا راجل. يا طيب، متى هنا من مرقس ليه؟ هو متى مش كان من التلاميذ؟ ومرقس كان مش كان بتحصل فيه الأحداث كلها عادي؟ ليه أبناء تاني غير المسيح؟ أبناء مش يعني ولادة بالجسد زيي وزي حضرتك، لأ، أبناء يعني كلمة الله بالطبيعة. يعني أنت لو قلت ابن مصر أو ابن الصعيد، هل معناها الصعيد اتجوز؟ مقصود بيها من نفس طبيعة الله، الطبيعة الإلهية، نفس الطبيعة الإلهية بدون انفصال. يعني ما تتخيلش إن الأب لوحده والابن لوحده والروح القدس لوحده، ده تخيل مش سليم. وأنا قلت اللي متابع معايا هيلاقي إن الإشارات لكلمة الله موجودة في سورة النساء 171 وسورة مريم 17 وفي أكتر من سورة تانية موجود وأيدناها بالروح القدس. في اختلاف عن الروح القدس، مين هو الروح القدس جوه القرآن في التفسيرات والتأويلات، وإن الإسلام محاربش الثالوث المسيحي، يعني محاربش الأسلوب ده. ليه المسيح ابنه؟ المسيح مقصود كلمة الله، كلمة الله، كلمة الله، الصورة المعلنة لله كولادة العقل، الفكرة من العقل. هل كان في وقت كان موجود عقلك بدون فكرة؟ هذا مسيحي؟ أنا مسيحي. هل كان في وقت كان موجود فيه عقل بدون فكرة؟ لا أعتقد. العقل اللي بدون فكرة ده عقل واحد مجنون، مش على الله. لكن الله كلي العقل، خالق كل هذا الكون هو كلي العقل، خالق كل هذا الكون هو كلي العقل. بس ببساطة، شكرا هيلين، الله يبارك. ما هو الأخنوم؟ صفة ذاتية قائمة عليها الكيان الإلهي، مش فكرة مجرد شخص. شخص بالنسبة لنا في التعبير اللغوي، شخص بالنسبة للبشريين. سليمان ابن الله، داود ابنه. لا، في فرق يا أخ سعيدي، في إحنا بنوتنا لله وبنوة أخنوم الكلمة لله. إحنا أبناء بالتبني، أما المسيح ابن بالطبيعة، ومش معناها ان الله اتخذ جسدا، حاشا، الله لا يتخذ خليلة ولا صاحبة، عشان ده يبقى الكلام واضح وباين. الله لا يتخذ خليلة او صاحبة، حاشا. اعد كلامي، حاضر. انا اجي فين السؤال بالظبط؟ بالنسبة لابن الله
سلام يا ماشي. احنا سلام ونعم. بالنسبة لابن الله، ابن الله بالطبيعة يعني نفسه جوهر الله، يعني مش منفصل عن الاب والابن، مش منفصل عن الاب والابن والروح القدس، ثلاثة من وجه وحدين الجوهر، مع الفارق في التشبيه جسدك ونفسك العاقلة وروحك. أمال إحنا أبناء لله بإيه؟ بالتبني. الله تبنانا، لم يدعونا فقط عبيد، بل أبناء لله، بل أبناء لله. بالظبط، لو عندي شك ما كنتش فضلت مسيحي يا رب. ماذا قال المسيح على الصليب؟ قال: إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن قاصد. دي جزء من مزمور 22 بيقول لليهود ان انا تم فيا اللي اتحقق. ده هو المزمور اتحقق فيا انا، ان الصلب والاهانه والبهدله دي، وان انا هنتصر. يعني بيوضح لهم من الاخر ان دي تحقيق النبوه تم دلوقتي، زي ما المسيح قال لهم في فتره من الفترات: روح السيد الرب علي وسط ما يبشر في الهيكل وبيكلمهم. فيعني بيدي تحذير وألارم ومنبه للرؤساء الكهنة واليهودي، يعني رجال الدين اليهودي، إن انتوا ازاي مش واخدين بالكم. هو عارف، هو بيقول لليهود والكتبة والفارسيين معلمين اليهود، معلمين الدين اليهودي، بيقول لهم ايه رسالة؟ ان خلاص النهاردة تم فيا هذا المزمور. انا في الاب واحد، من رواني قد رأى الاب، انا في الاب والاب فيا. الاعمال التي يعملها الاب عملها. ايوه، ما بقول لك الهي الهي لماذا تركتني، دي اشارة للمزمور، لتحقيق المزمور، لتحقيق المزمور. ودي هي الجمل اللي اتقالت على الصليب، دي هتبقى إدانة، سبب إدانة لليهود وبالخاصة اللي قتلوه، اللي سلموه للرومان. سلام ونعمة المسيح منور. اللي سلموه للرومان، فدي أكبر إدانة ليهم، إن قال لهم أهو افتحوا طب المزمور. يعني واحد ذكي منكم مش عايز تفهم، ما تفهمش كلام شارح نفسه. ماشي، يعني إيه حديث كلام بالظبط؟ ممكن توضح لي لو الطبيب كتب أحداث إنجيل منين مع إنه ما شافش الأحداث؟ واو، محمد صلاح، وجول وجول وجول. ممكن تقول لي موسى النبي كتب أحداث سفر التكوين إزاي وهو ما حضرش إن الله وهو بيخلق؟ وهو ما حضرش إن الله بيخلق، ولا حضر الخليقة، ولا حضر، يعني تقول كده تقريبا، قول من 500 سنة بعد الخليقة جه موسى النبي كتب سفر التكوين، وكتب بعد كده أسفار التوراة كلها. موسى النبي بالضرورة وحي، وهذا وحي، وهذا وحي. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر في المسيح يسوع. بسيطة. ممكن تقول لي على معجزة عزل المسيح؟ يا انت بتهرج. ان اقول لك ولد بدون نكاح، بتفهم اللفظ ده؟ بدون زواج، غفر خطايا، لسلطان على الطبيعة، لسلطان على الأموات، لسلطان على معرفة الغيب. عايز ايه تاني؟ مش بالأولى الوحي ده ليجي التلاميذ؟ هو أنت ما تعرفش إن متى تلميذ، ويوحنا تلميذ، ومرقس كان من الرسل، ولوقا من الرسل؟ ما تعرفش إن اتنين منهم تلاميذ من ضمن الكاتبين الأناجيل؟ تعالى مناظرة، مين حضرتك عشان أجيلك مناظرة؟ مين؟ مين؟ وعلى البحر والطبيعة طبعا. اقتباسك من رسالة بولس اتكتبت قبل الوقت وبقى الأناجيل. يا جدع،
يا جدع، وهل تعتقد؟ طب انا اقتباسي كده ماشي، هفترض جدلا معاك كده. طب اقتباس اللي كده يخلي القرآن يقول لك وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فيه فأولئك هم الفاسقون. يعني يقول لك إن أنت تلتزم باللي موجود عندي في الإنجيل، وهذا هو الموجود عندي في الإنجيل. وقلناها لكم مرارا وتكرارا. شكرا استفانوس. وقلناها لكم مرارا وتكرارا، لو عندكم شك في حاجة طلعوا لنا الكتاب المقدس اللي معاكم وقولوا لنا، بس تطلعوا قدام الله تقولوا ان هو ده الكتاب المقدس اللي انزل اللي هو حبيه. حد عنده الجراءه يعمل كده؟ ما عندوش الجراءه يلتزم بالصمت ويلتزم بقراءه الكتاب المقدس النهارده، تبدا تقرا الكتاب المقدس. مسا مسا، سلام ونعمه. أنا وأنا والله ربكم إيرا إيرا كل أسفار العهد القديم والأسفار النبوية بالذات، هتعرف المسيح قال إن هو هيتصلب إزاي. طب ليه العلماء ضحكوا عند تفسير الدين المسيحية؟ مين العلماء دول يعني؟ العوالم مش العلماء قصدك، الرقصات. ده الرقصات على فكرة أشرف من ناس كتيرة بيدلسوا على الكتاب المقدس. أشرف الناس كتيرة الرقصات، أشرف الناس كتيرة بتدلس على الكلام المقدس، وليهم احترامهم طبعا كبني آدمين يعني. الله ارزع علينا، ارزع علينا. الله 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 الله، واضحة وصريحة في الأناجيل اللي قلتها لحضراتكم. فعلا ثقبوا يدي ورجلي وأحصوا كل عظامي، وعلى لباس اقترعوا، تكلموا بالشفاه وحركوا رؤوسهم وقالوا ان كان قد ان كان امن وتخلص اتكل على الرب فخلصه ونجي. ايوه مزمور 22. اه يا عم تاخد واحد، ما تاخدوش واحد ليه؟ بافلوس عامل ايه؟ ثانك يو بافلوس. طب بافلوس بيضحي النهارده يا جماعه. ايوه تاخد عن كل الانجيل، ولو مش هتصدق بولس تصدق القران يعني. لو انت مسلم، لو مش هتصدق بولس صدق القران. سوره المائده من 43 ل 48، سوره يونس 94، سوره طه وسوره مريم وسوره آل عمران. عايز ايه تاني؟ نجيب لك مين عشان تصدق؟ مش عايز تصدق ما تصدقش، انت حر، انت حر. التحقيق بيقول في القرآن وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فيه فأولئك هم الفاسقون. هو ده الإنجيل اللي احنا بين أيدينا وبنحكم بما أنزل الله فيه. سورة يونس، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر لمين؟ الإنجيل في الشريعة؟ انت قريته؟ اتحداك يا محمد صلاح ما قريتوش. ما راح يصدقوا لانهم متعلقين حبيبي امير، متعلقين بفكره مالها وجود للاسف. حقيقه حقيقه موافق، هنا موافق مليون المية، موافق مليون المية. لا لا، لما تكبر بقى بقول لك يعني، لما تكبر اقول انجيل ما تقرا حبيبي، اقرا 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 اقرا. ده مصير، انت لو نفسك اتشال دلوقتي هتروح تقول ربنا اصل انا ما قريتش الانجيل، وكان كنت انت ملزمني ان انا اقرا الانجيل وما قريتوش. انجيل متى 27 من 27 ل 45 يتكلم على تحقيق النبوه واحنا قريناه. انجيل مرقس 15 من ايه 26 لايه 33. على فكرة يا أخت يا خار 14، لا 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 ما كانش لسه كل الصور موجود. ماشي، متى 7 6 5 برين 7. ليه مش بتطلع من الأكونت التاني؟ عشان الأكونت التاني البلاوي اللي علمت عليهم في البثوث اللي فاتت ضربوا لي البس لما جه أنكر دينو عندي، لما جه أنكر دينو عندي جاب لي الشلة بتاعته ضربت لي البس.
إنجيل لوقا 23 من آية 26 لآية 44، وإنجيل يوحنا 19 من آية 13 لآية 27، يتكلم كل ده على تحقيق النبوة. وإحنا قرينا الأربع أناجيل. لا تم هتقول إن قريت إيه؟ هل تعلم الديانة الوحيدة مكتوب فيها الأرض كرامة من ألف السنين كتاب مقدس وأسرار كتيرة وفاتحة؟ ربنا يبارك. بس قريب هتفتح القناة هنبهدل البهديل. طب ساعدني لو جدع وناقشني في كتابك. لا مش هساعدك، بس انا مش جدع. بوم المراية يا دكتور. منطقيا، بس لما اكون مستغرب من اقتباسك لبولس الرسول وانطباقه على الانجيل تقتبس ليه؟ عشان انت بتفهم لغة القرآن، فانا بقول لك لغة القرآن عشان تفهمها. لو انت مش بتفهمها ومش بتفهم الانجيل تبقى مصيبة، تبقى مصيبة محمود. هو بقى في تشريع في قاعد يا عم، عندنا تشريع المواريث كلنا زي بعض، العبودية مرفوضة بس العبودية مرفوضة، الزنا مجرد النظرة تعتبر زنا مش الفعل بس نفسه، الحدود عندهم بحدود، مفيش عندنا حاجة اسمها حدود، تطبيق حدود ربنا ما غلغهاش، ولكن مين اللي يعملها ويطبقها؟ هو نفسه بقى، هو نفسه. لما جت المرأة الممسكة في ذات الفعل قال لهم ايه؟ لو منكم من منكم بلا خطية فليرميها بأول حجر، لو منكم من منكم بلا خطية فليرميها بأول حجر. مين؟ المسيح اللي قال كده. حد منهم تطاول وقال ان هو بلا خطيه وهيروح يطبق الحدود؟ لا نؤمن بيها محمد صلاح، كلمه واحده فصلا بدون مجامله، ماشي؟ لا نطبق الحدود ولا يطبق الحدود. ياه قطع قطع قطع. بعمارة ما قال الاعمال التي عملها الاب عملها انا ايضا، كل ما هو لله فهو لي. بعمارة ما غفر خطايا، بعمارة ما سجدوا له، بعمارة ما قام الأموات. فليس الإنسان من يا تعالي تعالي. ايوه في ايه موقفه؟ في ايه مكة؟ انت ولد ولا بنت؟ يا واد يا بنت، يا واد يا بنت، ممكن ما تلمسش تغلبش، تفهم اسال وافهم. موسى احيا العصا. المسيح كان بيعمل بكلمته، مش بيستدعي يصلي لله يقول لله اعمل، بكلماته بكلماته. قطع قطع قطع. ايوه كجحش الفرى يولد الانسان في ايه؟ في ايه؟ ايه الموقف؟ انت جاهل باللغة العربية، انت جاهل باللغة العربية ولا تدري ما هي اللغة العربية. التشبيه هنا في موقف ايه؟ مش عامة. يا با عليكم. صلى في معجزة العصر. مش قال ايه؟ ولا يا رب بإذنك خليني أحيي. ما حصلش. سلام عليكم. اكتب سؤالك وحط صورتك. جايلكم. اكتب سؤالك وحط صورتك.
اكتب سؤالك وحط صورتك، اكتب سؤالك وحط صورتك. طب تصدق انت ما تستاهلش اصلا تبقى موجود هنا، انت مكانك في بئر بضاعة. او اجيب لك الزبط يعمل معاك الصح، انت بتنكر وخلاص. وبعدين مخلوق ما ينفعش يبقى خالق؟ لا هو خالق. ايه المسيح ما خلقش من الطين طير؟ ايه انت كتابك اساسا يوناني وانا كتاب عربي اللغه الفصحى، فازاي لا افهم اللغه يا راجل؟ لا اصل انا بعرف لغه يونانيه قديمه وعبري قديم وقبطي انجليزي وروسي والماني وفرنساوي. يكون لك التسخير واستعمل يا راجل. امال فين احب اعدائكم؟ موجوده بس ما تتعديش لا على عرض وعلى حقوق ولا على مقدسات. لا عرض ولا حقوق ولا مقدسات. احترمك تتخطاهم؟ لا، خلق بإذن الله، ما هو نفس الله، مفيش انفصال ما بينه وبين إذنه. وهيجي حكما مقسطا وهيجي. هو مين تعدى؟ لا انت ما شفتش التعليقات، في ناس بتتعدى، مركزتش في التعليقات. هيجي حكما مقسطا وسيدين المسكونة. ياه متأكد؟ يبقى انت ما قريتش ان المسيح حول الخمس خبزات والسمكتين خلى بينهم 5000 رجل عدا النساء والاطفال ياكلوا، عدا الاطفال والنساء ياكلوا. ما خدتش بالك من كده؟ دخل ما خدتش بالك ان المسيح حول الميه في عرس قنا الجليل لخمر؟ لو حضرتك درست كيمياء هتبقى عارف ان الميه فيها ذره هيدروجين 2 وذره اكسجين 1، اما الخمر فيه كربون، فيه كربون ماشي. فالكربون جه منين؟ دي نقطه. المسيح أقام لعازر بعد موته ب4 أيام، يعني تحلل. ما تبقاش خلق؟ المسيح أقام نفسه، ما تبقاش خلق؟ يعني رد جسده؟ لا، في الكتاب المقدس خلق برضه، خلق. ما هو بإذنه ما ينفصلش عنه، إذنه مش منفصل عنده، ده إطناب، إطناب بالطهارة، ده توكيد قصدي، توكيد، لفظ كده هنا توكيد. أنا صاحب مثلا هذا المنتج، مثلا أقول أنا صاحب هذا المنتج وبإذني هصرح إن المنتج ده يبقى فل الفل. طب ما هو بتاعي مثلا، هو كده. تخيل اتعلمت قبطي في قد ايه؟ انت خريج، انا خريج كلية كليريكية، اتعلمت قبطي بمجهودات ذاتية، ويعني من اكتر الاقباط اللي عارفين قبطي دارسين دراسة اكاديمية من وانا في ابتدائي، مش دراسة. تخيل لو المسيح مش فاهم سؤالك، اكتبه تاني. توكيد ايه؟ كان من كتابك مترجم يا راجل، يا راجل. طب انت فاهمه؟ اذا كان كتابي مترجم انت فاهمه؟ انت بتفهم عربي اصلا؟ بتفهم عربي؟ هل انت تفهم عربي لكي حتى تفهم يوناني قديم وعبري ثم تقول لي تعالى عايز تشرح لي او تفهمني حاجه في الكتاب المقدس؟ افهم الاول عربي، تعالوا اتكلموا.
علم البيان وعلم البديع. العربي صعب شوية؟ لا يا عم، بالنسبة لي سهلة جدا. العربي والعبري قريبين من بعض، عربي وعبري سرياني قريبين من بعض. السرياني جاي منه العربي أصلا، العربي جاي من السرياني للأسف، يعني اللغة العربية جاية من السريانية. كوريانو، عارفين كلمة كوريانو؟ كتاب طقس، كتاب الطقوس المسيحية. كلمة كوريانو كتاب الطقوس المسيحية. حبيبي انت فاهمين المغزى؟ كلمة كوريانو هو كتاب الطقوس المسيحية. بوم. بوم. من ينادي بتحريف الكتاب المقدس وهو مخرف؟ ثانك يو ايمان، ثانك يو ايمان. يا جماعة بشكركم جميعا بإذن الله، يعني كل حاجة إيمان ولطيف، لا كل تبرعاتكم بإذن الله نعمة ربنا سوف يعمل بيها أشياء كويسة لناس في احتياج لهذه الحاجات. مساء كان بيتكلم أرامي على أساس إنجيل كتب يوناني، يعني حضرتك مش فاهم إن اللغة اليونانية كانت لغة عالمية عالمية في العالم كله، زي اللغة الإنجليزية دلوقتي. فكان كل الناس بتدرس أو معظم الناس بتدرس يوناني قديم. حد شالك كده؟ المسيح خلق يا راجل يا راجل، ما هو الذي له القدرة. يا ابن الحلال ما تفترضش، مشكلتكم بتفترضوا. افترضتوا ان اسماعيل هو الذبيح لابراهيم، مع ان علماء المسلمين قالوا لا، قالوا ان هم اختلفوا ما بينهم. ده حتى الاسراء والمعراج لم يذكر من الذي اسري بعبده. تلاميذ درسوا يوناني قديم يا راجل، ما تعرفش ان منهم كانوا متعلمين؟ بس اللي كاتب لمين؟ للمتعلمين. اللهجة، هو دلوقتي لما انت بتروح الغردقة وشرم الشيخ في مصر بتلاقي ناس بيبقوا فاهمين لغة ومش متعلمين. فاللغة ولغة الحوار لازم تبقى متعلمة حتى لو مش دارسها دراسة، عشان كده كده هيتعامل بيها عشان أكل عيشه على الأقل، عشان أكل عيشه. أنت من هناك؟ قشطة. شرم الشيخ والغردقة بتلاقي ناس متعلمة اللغة ومش متعلمين ثقافيا قوي، لكن كلغويا لازم يتعلمها أكل عيشه، هيتعامل مع السياح، هيتعامل هنا لص. أي يا عم، طب هيص هناك بقى، هتلاقي بقى بيتعامل، لازم يتعامل باللغات السياح اللي بيجوا عشان أكل العيش، على عشان أكل العيش. صح ولا مش صح؟ اللغة العالمية، وإلا هيبقى محلك سر، هيبقى محلك سر. ماريمورس كان برنس يوناني قديم، وجه هنا بشر في مصر. أول ما جه مخراز دخل في إيد قديس إنيانوس، قال أويو أو أيو سيوس، يا الله الواحد. دخل له ماريمورس، أنا جاي أكلمك عن الله الواحد. موسى ما خلقش، لا موسى ما خلقش. الخلق معناها من العدم. موسى كان معاه عصاية، العصاية اتحولت. موسى النبي كان معاه عصاية، العصاية اتحولت. في فرق شاسع، لا في فرق شاسع ما بين ما خلقش، ما خلقش، ما خلقش. مسيح خلق من العدم، من العدم، من العدم، خاصة في الإنجيل.
اكتب سؤالك او عايز تتكلم في ايه ومن انت. خلق ايه من عدم؟ حول الميه لخمر. خلق جسم العازر من جديد بعد التحلل 4 ايام. غفر خطايا لم ينخس من الشيطان. لم ينخس من الشيطان. تفضل. الو، الو، تفضل. شكرا جزيل فضلك. هسألك سؤال بس، عايز أفهم منك معلومة بس كده يعني. استاذنك عن صوتك. ماشي، عايز أفهم من حضرتك معلومة يعني كده، يا ريت بس توضح للسؤال بتاعي أكتر يعني عشان أقدر أتجاوب معاك ونقدر نتناقش ونوصل لحل يعني. اتفضل. حضرتك أنت الأول مسلم ولا مسيحي؟ انا مسلم ولا مسيحي؟ سؤال آه، عظيم عظيم. ردوا عليه يا جماعة، ردوا انتوا عليه. الصورة بتاعت البروفايل دي تخليك تيجي تسأل السؤال ده. الصليب ده يجي يخليك تسأل السؤال ده. العنوان، لا انت محتاج تشغل دماغك وتيجي بعد كده تاني. تحويل المال لخمر، ده خلق. ليه خلق؟ لان ست بس الكيمياء هتبقى فاهمه ان في هنا هيدروجين واكسجين، مفيش كربون. الخمر فيه كربون. ايه ده بجد؟ طب يعني مش عايز ارد عليك رد سخيف، مش عايز ارد عليك رد سخيف. العازر، لا لا، ما تكمليش. بس انت شكلك مش شايف الصليب، وشكلك مش شايف الصورة، ولا شايف اسم عنوان البث. معلش، شغل دماغك وتعالى الكلام ده. لما يتحول من هيدروجين لكربون خمر، تمام؟ بلاش دي، ممكن تبقى سهلة، ممكن تبقى سهلة. طب لكن بعد 4 ايام عمرنا شفنا نبي يرجع روح واحد بعد 4 ايام؟ العصا تحول حية، اوكي ماشي. يعني هتقولوا ان سهل بالنسبة للمية والكربون، اقول لكم ماشي. لكن العازر بعد 4 ايام يتحول تاني حي بعد 4 ايام كاملة؟ بعد 4 ايام. طب الخمس خبزات والسمكتين في معجزة اشباع 5000 رجل عدا النساء والاطفال. 5 خبزات، 5 ترغيف عيش وسمكتين يأكلوا 5000 راجل، غير السيدات والأطفال. في دكتور نفساني؟ لا، ده انت توديه لأمك وأبوك واللي خلفوك والعيلة اللي انت منها، مش أنا. ماشي، ما نشنوله عشان يجي، عشان الفيديو جاهز بتاعه وهو بينكر دينه عندي. ما نشنوله، وهو كان بينكر دينه علنا، موجود على اليوتيوب، اتفرجوا عليه. يعني انت ما حدش احيا من كتابك؟ لا 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 لا، اتقل. كل اللي بيحيي بيصلي لله، لكن المسيح بنفسه هو اللي عمل كده. كل اللي بيحيي بيصلي لله، لكن المسيح نفسه هو اللي عمل كده. المسيح ما صلاش لمعجزة كده. كان المعجزات بيعملها بلفظه
ولما بيصلي ويصوم ك مش احتياج لعمل المعجزة، ولكن يعلمنا ان احنا نصلي. ان شاء الله مع انك عبدته يعني، هو مش وافق عليك، مش وافق عليك. تعالى مناظرة، مين يا ابني انت؟ خلص حضانة وتعالى، خلص حضانة عشان ما اقولكش كلمة تانية، خلص حضانة وتعالى. إذا كان كبيركو جه عندي وأنكر دينه وعاد. بس كم يوم صام المسيح؟ 40 يوم. 40 يوم يا ابني، ابعد ابعد، خلاص خلاص، انت خلاص سقطت، انسى انسى، انت خلاص. صام ليه؟ هو الله لمجرد ان يعلمنا الصح، ازاي نصوم، وايه اللي هيحصل لما نصوم، وايه التجارب. ده الهدف، ده الهدف. سؤالي لحضرتك، هو انت مسيحي؟ ايه ده؟ صليب. الصورة دي بتاعت البروفايل صليب، ايه لبس الجلابية السودا دي؟ مسيحي. شفت؟ غيروا النوع يعني، تشربوه غيروه، مش حلو. يقوم يصوم ما يقولش لا، اصل احنا المسيح لما بيقول لنا ما تزنيش هو ما بيزنيش، لما يقول لنا ما تسرقش وما تنهبوش وما تغتصبوش وما تسبوش حاجه، هو نفسه يرفض يعمل الحاجه الشر، لان المسيح اعظم قوه واعظم قدوه فوق كل البشريه بما فيهم الانبياء، بيعمل ويعلمنا ازاي نعمل حاجة كويسة، مش بيقول لنا حاجة وبيعمل عكسها. صح؟ انت ليه مش عايزك تسمعني؟ انا عايزك تسمع نفسك بس، انا عايزك تسمع نفسك يعني، انا عايزك تبقى مركز واسمع نفسك. طب بقول لك، انا كنت يعني بتعامل معاك باحترام، همسح بكرامة اهلك الارض لو دخلت عندي تاني، ماشي؟ اسمه السيد المسيح يا حقير. تشتم عليه ولا تغلط، امسح بكرامة اهلك الارض. الافه جدا الرد على كمان، نتكلم في موضوع معين، شكلك متعمق في الدين كويس. ما انا بكتب وبرد، وقلت يا اخي بشوي. المسيح قدوة الأنبياء طبعا، رسول الإسلام شخصيا شهد للمسيح، حديث نفس الشيطان، كل مولود امرأة ينخص من الشيطان إلا المسيح عيسى ابن مريم وأمه، حديث صحيح. هو المسيح كان ماشي، حاضر، بورسعيد سيدياتك معايا. لما بستحقر التعليقات بعمل له ميوت، لما يكون حد بيكتب ما بحبش ارد يعني. سؤال صعب ولا سهل؟ سلام ونعمة، سان اوف جيسس، شالوم، بيس اوف ذا لورد. تهريني يا مفنوتي، انورو تهريني. سلام مساء الجميع يا اخويا، سلام ونعمة، سلام. بص بقى، عايزين نغيظهم بقى غيظة حلوة أوي. نغيظهم ازاي؟ أهل حاجة تغيظ الناس اللي بيحاولوا يشككوا في صلب المسيح، إن أنت تقول لهم من سورة مريم 33، سورة آل عمران 55،
سورة النساء وما قتلوها وما صلبوها لكن شبه لهم كلهم أبا. البيضة ده أبوك يا علي، البيضة ده أبوك بدل ما زطك. كل دول بيأكدوا إن تأويلات حتى علماء المسلمين بتؤيد إن صلب المسيح وموت المسيح يعني متوفرة في عقلية، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. من هم الذين اتبعوا المسيح غير المسيحيين؟ حد يجاوبني؟ حد ما عندوش إجابة؟ أوكي شكرا. نقول مراثي أمية اللي بتتكلم عن صلب المسيح سلام ونعمة، واللي فيها نبوات واضحة وصريحة جدا. بولس ماله؟ بس يا جاهل، بس هو في رب اتصلب؟ لا لا، مولى على العرش يستوي، ممكن يعني يقعد، وفي قوم زوط مفيش مشكلة. ايه مشكلتك يعني؟ كلمنا انا حسكر ونشيد انشيت، ما فهمش اي حاجه. كلمني انت عن الرضاع الكبير واشرحه لي، او هات واحده تشرحه لي. كلمني عن الرضاع الكبير لو سمحت. اشرح لي نكاح البهائم، اشرح لي نكاح الميته، ازاي تحل نكاح الميته؟ ما هو حديث قوم الزط؟ تعرف تشرحه يا وليد؟ اشرحه. شحن اللي انت انا عن نشيد الانشاد وسفر حسكيال. نشيد الانشاد وسفر حسكيال ما فيهمش اي حاجه غلط، فيهم تعبيرات من علم البيان بالعربي ببساطه جدا، ببساطه جدا، مشروحين عندي على اليوتيوب، شارحهم في التفسيرات في قوم التشغيل. شرحهم في التفسير. أنا بحترمك، بلاش أي خطأ في الـ. لا أنا مش بغلط، أنا بسأل زي ما بيسأل. تبريق، محدش يخش يحاول يسخف. احنا في قمة الهداية على فكرة يا اخ اسمك ايه. انا هو الرجل الذي رأى المزال، اتى علي بقدره بغضبه وقادني وسيرني في مواضع الظلم لا في النور، والان رد يده علي النهار كله، أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس رأسي وذلني وأجلسني في موضع مظلم مثل الماء، تياج علي حتى لا أخرج، ضعف أربتي وثقل سلسلتي، دعوته فلم يستجب لي، صرخت إليه فلم يسر بصلاتي، سيج سبلي وأغلق مسالي، صار لحب كامل وكاست في موضع مختلف، طردني وصارعني وتركني هالكا، أو طرى قوسه وقامني هدفا ليلقي في سهامه، أدخل في كليتي مبالغ عباته، صرت أضحوكة لكل شعبي وأغنية له من النهار كله.
بران الحنظل ورواني من الأبسن تنين، الشباب الحصى أسناني وأطعمني الرمد، فبعدت نفسي عن السلام ونسيت الخيرات، وبادت آخرتي ورجاي من الرب، أصخر بوسي وشقائي والأفسنتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي، هذا ما تردده نفسي فيا وأشعر به في قلبي. من أجل ذلك أتمسك بمراحم الرب لأنه لم يتركني عنه، لأن رأفته لا تزول على ممر الشهور والأيام كلها. من مراحم الرب أننا لم نفنى، لأن رأفتك لا تفرغ وهي جديدة في كل صباح، وعظيمة هي أماناتك. نصيبي هو الرب قالت نفسي، فلذلك أرجوه. صالح هو الرب للذين يترجونه، طيب للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوت خلاص الرب. جيد للرجل أن يحمل النير منذ صباه، يجلس وحده ويصمت لأنه قد وضعه عليه، يجعله في التراب فمه لعله يجد رجاء، يميل خده لمن يلطمه ويشبعه تعيرا، إلا أن الرب لا يقصيه عنه إلى الأبد، فإنه ولو وضع يتراءى ككثرة رحمته، لأنه لم يرزل من قلبه بل وضع بني البشر. إذا ذل تحت جماه جميع المرتبطين بالأرض، أو حرق حق الرجل أمام وجه العلي، أو طرح الإنسان في القاضي عندما يحكم عليه. أفما يقول الرب؟ من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر بهذه؟ أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشهور؟ كيف يتذمر الإنسان الحي؟ الرجل المعاقب لأجل خطيئته. فلنفحص طرقنا ولنختبر خطواتنا ونرجع إلى الرب ونرفع قلوبنا مع أيدينا لدى العلي الذي في السماء. قد أخطأنا وأذنبنا وعصينا وأنت لم تغفر لنا. قد التحفت وحكمت بالغضب وقتلتنا وطردنا ولم تشفي. التحفت بالأمام لا تبلغ إليك صلاتي، وضعفت البصر وأطراح، تركتنا في وسط الشعوب، فتح جميع أعدائنا أفواههم علينا، فرفعونا ثم طرحونا، فحل بنا خوف وسخط. عيني تسيل ينابيع مياه في سخط بنت شعبي، عيني تسكب ولا تكف ولا أرفع رأسي، حتى يتطلع الرب وينظر من السماء. عيني تحزن نفسي من أجل جميع بني المدينة، قد اصطادني أعدائي اصطيادا كعصفور بلا سبب، وقودوا في الجب حياتي وطرحوا علي شبكة، فاضت المياه فوق رأسي وقلت إنه تركني عنه. صرخت باسمك يا رب من جب سفلي، فسمعت صوتي لا تمل أذنك عن طلبتي. يا مهون صرخت إليك اقتربت من معونتي، وقلت لا تغبي لا تخاف. خاصمت يا رب خصومات نفسي وخلصت حياتي، نظرت يا رب إلى اضطرابي وحكمت في دعواي، وأنت انتقمهم كله وجميع الكرم التي علي. سمعت تعييرهم يا رب وكل مؤامرتهم التي صنعوها به اليوم كله، وتحريك شفتي شفاه قائمين عليها، وصرت تلاوتهم النهار كله وفي جلوسهم وقيامهم. انظر إلى عيونهم وجازهم بالتعب على قساوة قلوبهم، واطردهم بغضبك وافنيهم يا رب من تحت السماء مجدا للثالوث الأقدس. كل المراسي المية دي نبوات مارو،
على اللي انت بتتكلم عليه ده جه عندي وانكر دينه وقال ان هو مسيحي، فما اسمعش وشك تاني وما اشوفش وشك تاني هنا احسن. يلا كبركو بيبيع دينه. انت عارف ان الشيء اللي بتكلم عليه اصلا جدع 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 كميل. الاخ اللي بيسال عن الشيء ده، ممكن والدتك تشرح لي رضاع الكبير، او انت تشرح لي انت بتنكح البهيمه او البهيمه بتنكحك ازاي، نكاح البهائم او تخرس متكلمش تاني في حاجة مش فاهمها. ماشي بوم. سلام ونعم فرانك، يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ايوه كام حافظينه بس، الله ينور عليك. تبادل حسب داني يعني، هو لازم يترد عليه كده بصراحة، لازم يترد عليهم كده عشان دي عالم مش جاية تتحول في الدين، دي جاية تتحكم. ورا رد بقى، رد أسئلة عايزه يشرح لي بس، لو عنده طريقة الشرح، عنده الشجاعة إن هو يشرح، أو تخرسه خالص، خليهم يخرسوا خالص. المسيح صلب وقبر ثم قام. قال ليه؟ احنا عباد المصلوب يا جاهل، اسمنا كتابيين يعني. قال ليه؟ او دي تقولها لابوك، ماشي؟ قول لابوك ابني وهو يقول لك ابني، لكن انت تيجي عندي تقول لي يا استاذ. لازم تكون ماشي. مش حاضر. عايشين الوهم، الغربيين دلوقتي قاعدين بيتكلموا في الفضاء والهندسة الوراثية والتكنولوجيا، وانتوا عايشين في جلخ، في غلط، في شتيمة، عايشين في الوهم يعني. فوق من هذا الوهم، فوق قبل أن يأتي يوم الرب الديان. حاجة مضحكة ده، حضرتك مسيحي؟ لا يعني شفت انت الأخلاق. حضرتك مسيحي؟ أول سؤال تستاهل عليه جايزة إن أنت تنزل من الجست أصلا، يعني شوف انت شارب ايه قبل ما تطلع تيجي بعدين يعني. اول سؤال اساله يبين ده محتاج يخلص يفكر يعني، بطل يشرب المشروب ده وزي بعد كده. ما يحبوش يعترفوا ان في مسيحيين في بلادنا. بلادنا بولس تيتوس تيميساوس، تيتوس تيميساوس أبافروديتس. كان النوع مرة لا، احنا اصلا مصر دخلت المسيحية عن طريق ماريمورس، وكانت كلها تمة المسيحية. ماريمورس لا دخل بسيف ولا دخل بجزية ولا دخل بأي حاجة من الحاجات دي، ماريمورس دخل بالتبشير، مصر كلها اتحولت مسيحية. فاحنا اصل في البلد، اصل في البلد، ولذلك الاقباط المسيحيين اكتر ناس محتفظين بلقب اقباط، او المجتمع كله محتفظ بيهم، بيقولها لهم لفظيا الاقباط، مع ان الاقباط قوميه ودين، مش قوميه بس، لان اللي اجبروا على تغيير الدين
رغبات وجبارة على تغيير الدين بشهادة المراجع الإسلامية كتب التراث الإسلامي. كتب التراث كان نوع. يا باشا نتكلم في حدود قول 25 30 مليون مسيحي أصلي غير العابرين. يا راجل يا راجل، يعني قول تقريبا بالتقريب نقول 40 مليون مسيحي. جابوا ما عجبهمش احمد. اقول لك بس قول لي الاول، انت منين؟ من الخليج. اخ احمد اشرح لي ارضاع الكبير او زواج المتعة او حديث قوم الزبط. بلاش نكاح البهائم، اشرح لي نكاح البهائم. نشيد الانشاد ما في اي حاجه عيب، ما في. بيتكلم ان حد الله بيتكلم عن الله والنفس البشريه، والنفس البشريه، والله بيحب النفس البشريه، ما بيحرضش على الرذيله ولا النجاسه. ممكن بقى حضرتك تشرح لي حديث ارضاع الكبير، حديث نكاح البهائم، حديث قوم الزط، او تلتزم الصمت من هنا ورايح لغايه لما تموت، يعني لغاية لما ربنا يفتكرك وتقابله، ما تتعداش على الكتاب المقدس تاني. ممكن لو مش عارف ترد لو سمحت. اللي أحسن جواز المتعة والروح إذني يا راجل. أنت مش شايفه زينة؟ أنت حر، أنت حر. طب وإرضاع الكبير إيه رأيك فيه؟ هل تقبله على حد من العيلة عندك إن يعمل الإرضاع الكبير؟ طب وشرح حديث قوم الزبط ما معناه؟ ما معناه؟ أما نشيد الأنشاد فما فيش فيها مشكلة. علم لغة عربية، علم البيان، في أي موجود في أي لغة، ميتافور، المجاز، التشبيه، والاستعارة، والكناية، لكن مش مقصود بنجاسة. الكتاب المقدس مفيش كلمة تحرض عن النجاسة، حتى ذكر خطايا الأنبياء الكتاب المقدس ذكرها مش عشان نعملها، عشان نتحاشاها وناخد بالنا إن مهما كان أي بني آدم جه في الجسد ما عدا المسيح فقط، لا زال في الجسد بدون خطية. الرضاعة أن تحلف في طبق. لا حضرتك ما تغششنيش. الرضاع الكبير بيتم بالتقام الثدي، عارف يعني ايه؟ بيمص من الصدر، ده علم. وصحيح البخاري وصحيح مسلم في باب كامل في الحديث عن الرضاع الكبير، اقراه. ولما تبقى مسيحي ما تنساش تتبرع بقى للقناة. ماشي يا هلا بيك، يا هلا بيك، بس يا رب تبقى كويتي عشان لما تتبرع علينا وتبقى مسيحي هتتبرع بالدينار، فالدينار يبقى ب 60 جنيه مصري. اقرا ان مفيش حد بيتحاسب للانسان نفسه. حاضر يا محمود اشوف. مرمورس كان من تلاميذ المسيح ولا خد عن عهد؟ حبيبي مرمورس هو ما كانش من تلاميذ المسيح، مرمورس من رسل المسيح، وكان الأحداث اللي بتحصل فيها كتير جدا جوه عولية بيت والدة مرمورس. كان الرسل والتلاميذ حضروا خميس العهد اللي هو غسل أرجل التلاميذ وسر التناول أكتر من حاجة. يا أحمد بيقول أنت عشان تستفاد، استفادة في إيه؟ تفهم إيه اللي ورا النص ده في التفسير، يعني نصيحة أخ اتفرج على قناتي على اليوتيوب هتلاقي التفسير. تقدر تتفرج هتلاقي تفسير نشرة شاد موجود، كل جزئية مقصود بيها حاجة. يعني
اللفظ المقصود بيها زي حزقيال مثلا في نبوة عن انشقاق مملكة إسرائيل ومملكة اليهوذا اللي هم اليهود، فالله وصفهم إن الاتنين زانيتين، زنا روحي، فقال أهوليباما وأهوليبا اتنين أختين زانيتين أو شخصيتين زانيتين بصرف النظر عن اللفظ، علشان زانوا زنا روحي بعدوا عن ربنا. عمرك سمعت عن إرضاء الله؟ لا، أنا سمعت عن إرضاء كبير، إرضاء الله، الله اتجسد فما فيش مشكلة لما يرضع. كان مو طفل، كان مو بشري، عادي عادي، لكن الإرضاع الكبير بقى لسه مش رحيم. ولما عاصر الناسوت ولا الصور اللاهوت، ماله ماله الناسوت ولا اللاهوت؟ الناسوت يعني كيان البشري، اللاهوت ألوهية الله، الله من زمان موجود بلاهوته ولكن اتجسد في الزمن. حبيبي هو راح كذا رحلة، راح مع بطرس وبعد كده انفصلوا من الرحلة، وراح بطرس مع بولس وبعد كده بولس وبرنابا انفصلوا عن مرقس وبطرس. عادي يعني، صح؟ ودور دور جوه الرسائل، ما تاخدش الحاجة سهلة. كان مرقس مع رحلات بولس بس انفصل، حصل تاتش ما بينهم وجي على مصر وانفصل عن رحلات بولس. اللي مات على الصليب الأسود ولا الوات، يا جدع يا جدع، سهلة، دي أسهل حاجة. هو يعني إيه موت يا أخ أحمد؟ موت يعني انفصال الروح الإنسانية عن الجسد الإنساني. حضرتك عندك روح بعد الشر عليك بعد عمر طويل، الروح دي تخرج، تخرج، ده موت. اللي حصل على الصليب، الله كامل بلاهوته وكامل بناسوته موجود على الصليب، فالصليب ليه معنى حلو. خرجت الروح الإنسانية من المسيح فمات ناسوتيا، لكن لاهوته متحد بالجسد وبالروح الاثنين، فمات ناسوتيا فقط. ناصريا يعني من الناصرة، مش يعني نصراني. نصراني دول كانوا مجموعة محيطة برسول الإسلام في شبه الجزيرة العربية، ليسوا مسيحيين، في إمبراطورية مختلفة عن المسيحيين أصلا. ناصريا ده اسم نسب من الناصرة، منطقة في اليهود اليهودية. كان أنصار، ده أنصار هو، لكن إحنا بنتكلم عن نصارى. نصارى ده مذهب كان منشق عن المسيحية، لا يدعوا مسيحيين، لا يدعوا مسيحيين. جسد يسوع محدود، تخيل انت شايفه محدود، لكن جسد المسيح لانه متحدا باللاهوت اتحاد كامل ما يعتبرش محدود. ليه؟ لان الجسد المحدود ما يدخلش الابواب مغلقه، وجسد المسيح دخل والابواب مغلقه بعد القيامه. جسد المسيح كال تأكد على ناسوته، تأكد على لاهوته، ان هو ازاي بعد ما قام وهو حافظ على جسده بياكل. لكن ايه مرئي قدام سعادتك ان هو في المكان ده. لو انت قصدك بكلمه محدود ان هو في المكان ده، هو في المكان ده اللي انت شايفه، مكانك موجود بس بلاهوته ملئ الكون. يعني لما كان بيتصلب ناسوته كان ايوه ناسوته لاهوت، ناسوته لاهوت، ناسوت كامل ولاهوت كامل، لا صوته لم يفصل للخطية، وحياتنا أبدية لمن يتداول منه. يعني روح الناسوت هي اللي طلعت والناسوت معدود وخطية غير معدودة. طب ازاي؟ بص حبيبي، روح السيد المسيح الناسوتية هو روح الإنسانية اللي خرجت، فمات ناسوتيا وهو متحد
بلاهوته. الناسوت مش محدود، الناسوت انت شايفه شكل في مكان معين، لكن قدراته غير محدودة، موجود في مكان، ولاهوته بلاهوته مالي كل مكان. والخطية مش محدودة، فكرة محدودة ولا مش محدودة، الخطية كانت موجهة لله، فينفع يكفر عنها هو الله. دلوقتي حضرتك موجود ليكن في إمارة أو في بلد معين، لو جيت تضرب عسكري مشكلة، لو جيت تضرب ضابط أكبر كتل، لو لواء أكبر، لو حد في الجيش أكبر وأكبر، لو حد في المخابرات أكبر وأكبر وأكبر، لو حد، لو رئيس الجمهورية أو رئيس البلد أو رئيس الإمارة أو رئيس الدولة أكبر وأكبر. فالخطية كانت موجهة لله. ويا أخ أحمد، الخطية الجدية فيها إشارة في سورة البقرة 35 ل 37، إشارة في الإسلام إلى ما حدث، إن الشيطان أزل آدم وحواء ونزلوا للأرض. وهي علامات يوم القيامة في الإنجيل، حروب، أخبار حروب، براكين، زلازل، ارتداد عام لليهود هيقبلوا المسيح، مصر وأشور وإسرائيل هتقبل المسيح. ومن أكتر حاجات قبول اليهود بالذات للمسيح، دي نقطة قوية جدا وبتحصل، وفي ناس بتبشر بالمسيح في الفترة دي من اليهود كمان. حبيبة حبيبة، يا هلا يا هلا، كيفك حبيبة؟ ليش أنا ما تجاهلتكش؟ أنا بجاوب، أنا بجاوب، أنا قلت الله مات بالناسوت، يعني مش الناسوت منفصل لوحده ولا اللاهوت منفصل لوحده. تمام. تمام. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ما دي قلت لك إن دي تحقيق نبوة. حضرتي معايا كلية كليركية، وحضرتي لو في عدل شوية أبقى في أحسن المناصب في الكنيسة، ربنا يدور. وحضرتي أغنسطس قارئ ومعلم، ودرست وسط مطالب في كنيسة، كنائس خير الكنيسة، في الكنيسة الأنجليكانية الإنجليزية، فتحت الشغل في موقع كنيسة أنجليكانية. ناسوت مات ولا لأ؟ مات، مات لخروج الروح الإنسانية عن الناس، زي أبونا عبد المسيح. نسيت، إحنا كلنا مصدرنا خليط من كتابات الآباء القديسين. العقيبة أرثوذكس ولا بره الإيمان الحقيقي تاريخيا ظهروا إمتى؟ العقيبة المقصود بيهم إحنا، إحنا والسريان. بقى أنا حضرتك إنك فاهم جدا، بس عندي عليه بسيط، اتفضل. يعني ليه يا عم نهار أسود دي بس؟ ليه يا أخي؟ أوكي، أغسطين ترى مروات إلهي إلهي بعيد عن خلقي حتى يمكن يفهموا كم قلتها لهم، صدقني ما أنا قلتها في أول البث، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ افتحوا المزمور، انا مش هقدر اقعد كتير، اقعد كتير النهارده، قعدت فتحت متاخر شويه بس عشان التعب وعشان بكره ورايا حاجه مهمه. انا انسان قد كلمكم بالحق، وايه المشكله؟ ما هو اهل الاعمال التي عملها اعملها ليه وغفر الخطايا وسجدوا له ودي سلطان على الطبيعة وعن مغفرة الخطايا. مين يغفر خطايا أخي أحمد غير البلاء؟ وقال إن هو الله في بولس 11 3 طلعها باللفظ اليوناني القديم، مش بس العربي. الأغباط عاقبة، يعني نسبة إلى مار يعقوب البلدي على ما أعتقد، واللفظ اتقال مؤخرا، يعني إحنا كناس غير خلق الدنيا. المسيح إله كامل ولاهوت كامل. طريقة حضرتك لما بتتكلم مع ناس مش كويسة، مش لا على حسب رد فعل، مش دايما يا أخ، مش دايما يا أخ معك. وهذه الحياة الأبدية يعني يعرفوك أنت الإله. أوه حلو يا أخ أحمد، بص بقى
وهذه الحياة الأبدية يعني يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. عارف الواو دي اسمها واو إيه؟ واو المعية، ذات الله وكلمة الله غير منفصلين، يعني ذات الله كلمة الله روح الله غير منفصلين. شكرا. هي بتنطبق على سورة التوبة 31، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والمسيح ابن مريم هنا معطوفة على كلمة الله، ولذلك منصوب مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، لفظ أعجمي. بوم. حضرتك مسيح أرثوذكسي أم مسيح إنجيلي أم مسيح بروتستانتي؟ أنا أرثوذكسي. أرثوذكسي ومنفتح على الكنائس كلها. يعني بتعامل مع الكنائس كلها. عظيم هو سر التقوى. لا لا، قديسين تانيين يا أخوان، قديسين تانيين. اللي رأس أول مجمع كان البابا ألكسندروس بطريرك الإسكندرية، واللي كان بطل المجمع بابا أثناسيوس كان شماس فاطمة. طبعا أنا قريت الإنجيل مشفتش يسوع علينا الله فيه. قال خش على قناة على اليوتيوب وتلاقي فيديوهات ليها، ومن ضمنها هل قال المسيح إنه الله؟ قال إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم، باللفظ اليوناني إيجو إيمي يعني أصل الكينونة. وقال أنا من البدء ما أكلمكم به، يعني أنا من البدء بعت لكم الأنبياء بالكلام ده. أرجوك الحق دور يا أخ أحمد، الحق دور، لأن كل واحد سيحاسب عن ذاته أمام الله، أمام الله كل واحد سيحاسب عن ذاته أمام الله. وغفر الخطايا يا بيه محمود عبد العزيز، أهلا وسهلا. وغفر الخطايا مجمع قدس ذكر في أعمال الرسل. مين؟ مريم يعقوب. أنت قصدك على، لا، ده يعقوب أخ الرب اللي هو ابن خالة المسيح بالجسد، ابن خالة ربنا يسوع المسيح بالجسد، ده اللي هو بقى يعقوب، بس مش يعقبها من اللفظ ده. المغفورة لك خطاياك. أيوة، مين يقول المغفرة؟ مين؟ ولما جيت سلب قالوا لأنه جعل نفسه مساويا لله. هو المسيح اتسلب ليه؟ لأنه عرف إن هو بيقول إن هو الله، عرف إن هو بيقول إن هو الله، سلبوه عشان كده. اوعى تقول لي ما سلبوهوش، عشان أنا قلت لكم سورة مريم 33 سورة آل عمران، وهم سلبوها قتلوها، لكن شبه لهم كلها تأكد إن السلب حصل. مش ما حصلش، بس ما حصلش بإيد اليهود، حصل بمشورة اليهود. فرق شاسع. حد ده عنده سؤال؟ فاضل لنا 10 دقايق وانطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب ما تشرح. قال ايوه، وسترون ابن الانسان قديما وآتيا على السحاب، وهكذا. طب ما تشرح شوية تاريخ تسمية العقبة ودي مصدر فيه. مش تفاصيل مش معايا دلوقتي، بس هقدر اجي ادورك على مراجع مجبور. واراد ان يرجموه صح. ساوي نفسك بالله. هلا اي طبعا. وقال له انت قلت لما بيلاطس وهيرودس، هو جاوب الكلام، انت ابن الوقت، انت قلت. ما حاجتنا بعد الشهود؟ راح شك مع حنان وقيافه راس الكهنه، شق واحد فيهم، شق هدومه اهو. ما حاجتنا بعد تجديفه وبالجدل بيساوي نفسه لله يا جماعه. فرق شاسع يا اخ احمد. المسيح قال ان الله، ان الله انا يوقف. ايوه نزل لصوص كاملة صح؟ حاضر حاضر، أجيب لك النص. ما حاجتنا بعد الشهود؟
فمزق رئيس الكهنة ثيابه، إنجيل مرقس 14 63. ليه بقى؟ لأن ندور في قبليه. أنا مش بتهرب، أنا موجود على فكرة، ما بهربش ما بهربش، ما خفتش، ما جريتش، موجود أهو. بس صدق أنا لولا إن أنا عندي حاجة بكرة أعملها طولت معاكم في القعدة. أوكي يعني طولت. والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع. على ايه؟ يسوع. عشان تاخدوا بالكم في سورة التوبة ليه المسيح منصوبة، لأنها مجرور معطوفة على مجرور، فبتتجر بالفتحة عشان من الصرف. ويسوع هنا برضو بعد كلمة على فمجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. ليقتلوه فلم يجدوا، لأن كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تتفق شهادته. ثم نحن سنقول وفي 6 أيام غير المصنوع. هو كان مشير على نفسه إن هو هيموت يعني، ولا بهذا كانت شهادته تتفق. حتى دي كانوا عايزين يشهدوا عليه، شهادته ما اتفقتش. فقام رئيس الكهنة بقى، عايز من الآخر رئيس الكهنة في الوسط، وسأل يسوع قائلا: أما تجيب بشيء ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أأنت المسيح ابن المبارك؟ لأن عند اليهود نبوءات ابن الله وابن المبارك وابن العلي. فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في السماء. مشير للمجيء التاني اللي هيجي في العالم، مش هو وبصك عليه واتجلد واتصلب و اصبر. لو انتم ما فتوش وتطلبوا هتشوفوا بعد كده. اصبر يا احمد، هجاوبك في النقطة دي. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد شهور سنة التجاديف، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الحكم. مستوجب هنا إيه؟ لأنه قال إن هو الله، ساوى نفسه بالله. شكرا. حضرتك بتقول ليه المسيح بيشبه نفسه بالدبة وبدودة بالبوقة والخروف؟ بسيطة، لأن شبه نفسه، هات الموقف جوه جوه الحدث او جوه النص الكتابي او الايات الكتابيه المسيحيه. ممكن تصحح، هل كانت نظره المسيح هو شبه الخروف في الانتصار او في الذبح بروح بسيط وذبحه بوجهة تشبيه معينه، مش مجمل التشبيه ان هو نفسه خروف، لا، شبه في نقاط تشبيه معينه. كل نص من دول حضرتك بتتكلم عن دبه او دوده او وجوع او خروف، اي تشبيه تاني اتقال في الكتاب المقدس لان مقصود بيه جزء معين. زي اقول لحضرتك، حضرتك اسد في الشجاعه عندما يحاول احد ان يعتدي على عرض حد من قرايبك او اموالك او دينك او مقدساتك او اي شيء يخصك. هل انت اسد في كل حاجه ولا في المواقف دي معينه؟ رحت مواقف معينه. هل انت اسد يعني طالع لك شعر وهاله كده؟ لا، مقصود بيها حاجات معينه. محبه الله لا تنافي عدل الله. تمام، كلام مظبوط مليون بالمية. كلام مظبوط مليون بالمية. نضع الشاحن عشان الموبايل هيفصل. ردك هذا موجودة
الموبايلات دي موجودة عندنا من بدري جدا، من أيام المسيح وتنبأ يعني، فموجودة. لو حد دلوقتي عايز يطلع كتاب ويكتب علامات ويعمل نفسه نبي برضه تاني هيعمل عادي يعني. الأسد أسد في أي وقت. مش هنتكلم بالنسبة للغة العربية والفهم يعني، مش عايزين الفتوى الله يكرمك. أنت ليه ما آمنتش بالنبي نشأت يا نور؟ النبي نشأت ما آمنتش دي، ما الراجل بيقول لك أنا عندي رسالة والكلام ده كله. مش كل واحد هيجي يقول لي أنا عندي كتاب أقول له أنا آمن بيه يعني. أحترم الاعتقاد لكن مش شرط تعمل بكل حاجة، ده حرية. إذا كان الله اداك حرية أنت هتاخدها مني؟ آه لبناني، لبناني مش الراجل اللي كان بيقول أنا بعمل معجزات والكلام ده. فين المعجزات بتاعته؟ المعجزات دي لازم عشان أؤمن بنبي بيعمل معجزات. المعجزات دي في شهود عيان عليها عارفينها شافوها، في إجماع ولو إجماع بسيط، بس في حد شافها، حد شافها. مش كل من جه قال أنا نبي هصدقه يعني. نبي هو جه في الآخر، معجزاتك إيه يا عم النبي نشأت؟ تعمل نفسك نبي، معجزاتك إيه؟ كذا وكذا، مين شافها؟ محدش شافها، خلاص. الكتاب المقدس بيقول لي النبي اللي بيكون فعلا من عند الله، نبي من عند الله، يبقى فيه تأييد ومعجزات، تأييد ومعجزات. ما بقولش انا قاعد في الاوضه، بس انا دلوقتي قلت قاعد في الاوضه وعملت معجزه، مين صدقني؟ او فين اللي شافوني؟ فين اللي حضر المعجزه؟ فين اللي بيصوموا ان المعجزه دي حصلت؟ المسيح قال من بعد ياتي انبياء كذا بكسرون ويضلون كثيرين ياتون بسبب حملان ودخلهم في المعجزه. طبعا قال كده يعني. على سبيل المثال ابونا مكارم من هنا الله ينحي نفسه، وزمان بتعرف طبعا ابونا مكارم من هنا الله ينحي نفسه، ايه اللي حصل؟ معجزات الناس شافها بعينيهم، بيخرج شياطين من مسلمين ومسيحيين، بيخرج شياطين. ده راجل ربنا معضته بالحاجه دي، معضته بيها، بيحصل شفا فعلا. حد يقدر يكذب الكلام ده؟ روح كذب، روح واحدة، روح شوف. تقدر تكذب؟ كذب بعدين، كذب. آلاف الناس اللي موجودين هناك جوه الكنيسة، جوه الكراهية المرؤوسية بكلود بيك، كذب. ده آلاف الناس جوه الكنيسة، جوه الحدث. أما اللي بيشوف التفاصيل في العالم، ملايين شايفين ابونا مكاري هناك وربنا معدده بمعجزات، وربنا معدده بمعجزات. سلام المسيح، هلا فرانك، سلام ونعمة يا رب. كيفك؟ عامل ايه؟ نشكر الله تمام الحال. قال لي ايه؟ شفت انت عجبك السؤال ده؟ قال لي حضرتك مسيحي؟ قول لي اخي اوغستين، بس في ناس فاكرة انه النبي لازم يعمل معجزات، بس هو صحيح، بس مذكور بالكتاب المقدس راح يجون انبياء كذبة وراح يعملون معجزات بقوة شيطانية، بس احنا راح نعرفهم من ثمارهم، يعني من تعاليمهم ومن مقولاتهم او من تعاليمهم اللي راح يعلموها، فمو شرط يعني بس مجرد بالظبط. معجزة وخلاص. أشكرك على الحوار ده، حلو جدا. أنا فعلا الناس ممكن تاخد قوة شيطانية لخداع البشر، بس دول يبانوا بقى لما نرشم الصليب ولما نصلي هيتكشفوا. ثمار المحبة دائما راح تبان، وثمار الشر راح تبان،
فيعني مش شرط صح كمان المعجزات، لازم الواحد يكون حكيم ويعرف التعاليم الصح والتعاليم الشيطانية. مثلا لو في نبي دعا لقتل شخص ثاني لأنه هو ما آمن به، فهذا التعاليم شيطاني. طبعا، وإجبار على دين معين أو على عقيدة معينة بالعافية، ده مش تعليم من الله، تعليم شيطاني. كلامك مظبوط، والمعجزة في حد ذاتها لازم تبقى معجزة تمجد الله مش تمجد الأشخاص، يعني الأشخاص مش هيسيبوا نفسهم المجد واتخذوه من الله. هي كلامك مذكورة أنه مظبوط، راح يعملون معجزات عظيمة وراح يكون في ناس كثيرة راح تتبعهم، بس اللي إيمانهم ثابت راح يبقون. صح. مذكور كلامك مظبوط، صلوا لئلا تدخلوا في التجربة. أمين. الله يتمنى بالأخوان. الله يتمنى فعلا، معك حق. في ناس على النبي بيسأل ناس، والناس ما عندهاش معلومات كافية. يا ريت حضرتك تخش معاهم في مناظرة. يا مارك يا جماعة، نقولها تاني مرارا وتكرارا، أخونا فرانك عارف الموضوع ده، وأنا قلته من يومين تقريبا. في ناس كل أو بص، يعني الواد السخيف ده اللي هو كده ردد عليك يا مارك، السخيف ده بيعمل إزاي؟ هما بيخشوا عندنا بيحاولوا يستثيروا المسيحيين إن هما يخشوا بصوص، فيكتروا المتابعين عندهم ويخلوا الجهات اللي بتحاول تمولهم تمويلات خارجية تحس إن هما عاملين حاجة أو عاملين قلق. إحنا بقى ما بنحبش اللعبة دي، وما تتلعبش عليا أنا بالذات بنعمة ربنا. ليه بقى؟ اللي عايز يجي يسأل عندي في البصوص هنا وأرد عليه، لكن نروح لهم في بصوص عندهم بيعملوا خدع وبيتكلموا بطريقة وحشة وبيغلطوا في مقدسات وطريقتهم سخيفة، وهم كل هدفهم إنهم ياخدوا تمويلات خارجية من جهة بتمولهم عشان تعمل حرب ضد المسيحية، حرب ضد التشويه المعين. لا يعني، فمش هنخليهم يضحكوا علينا. اللي عايز يسأل يجي عندنا البصوص بتاعتنا، ويلتزم باحترام طريقة البث. عنده سؤال هيتجاوب عليه، لينا سؤال يجاوبنا عليه باحترام. اتفضل. أخي أوغستين، المشكلة هم يعني لو في واحد قال أنا مش حناظر، هم يعتبروها هروب وجبن وما أعرفش إيش، بس هم يخافوا. مثلا في ناس منهم كثيرة تخاف من الناس اللي بتناظر بحق وحقيقي، ويعني أنت من البداية قالها أنا مش حناظر، أنا مش حخش في المناظرات، وأنا حلتزم لا بالتعاليم يعني، بص المسيحية. بص 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 خليني اقول لك، بس يعني ببساطه جدا، معظم اللي موجودين بيتكلموا في المناظرات دلوقتي كانوا متابعين عندي على قناتي على اليوتيوب، فيعتبر بدون تكبر كأني تلمستهم الكترونيا. بالإضافة لأن اللي بيجي يسأل عندي هنا، بس المناظرة عبارة عن إيه؟ مجموعة أسئلة بترد عليها. طب ما أنتوا بتعملوا كده معايا عندي، بس بأسلوب معمول عليه كنترول شوية، عشان ما يبقاش أسلوب همجي كل غرض إن هما بيشتموا في المسيحية أو في المسيحيين، ده مرفوض. فأنا من أول قايل إن هي ما تبقاش مناظرات صرف، لأن المناظرات الصرف اللي هو ده ماسك ده وده جايب مجموعته، وتحس ان دي عصابة ودي عصابة ودي خناقة ودي خناقة، مع احترامي للقلة القليلة خاصة من المسيحيين اللي بيحترموا وبيعرفوا يتحكموا في موضوع المناظرات ده بطريقة كويسة، لأن في الأغلب بتبقى العملية نظام ايه، ده طالع بيشتم وده طالع بيشتم، أو مجموعته ممكن يكون الاتنين مناظرين محترمين والمجموعتين اللي حواليهم بيشتموا، فده أسلوب سخيف ما بحبهوش. كمان بيبقى تضييع وقت. كمان في بعض المناظرين، مش كل المناظرين المسيحيين،
في بعض من اللي بيعملوا مناظرات من المسيحيين أنا شاكك في واحد أو اتنين أقل منهم إن هما مش مسيحيين لغاية دلوقتي، لم يعلنوا عن اتعمدوا فين وفين شهادة معموديتهم. فأنا ما عنديش استعداد إن الحاجات اللي أنا بحذر فيها أقع فيها أنا، فاهمين؟ وفكرة المناظرات ما أسهل ما عندي اللي أنتوا شايفينه، يعني بتكلم في إسلاميات وبتكلم في مسيحيات وفي أديان تانية بتكلم فيها، بس ما مش متاح لأن زرادشت أو كونفوشيوس أو شينتو أو الناس دي، في ناس ما تعرفش عن أديان معينة أنا بتكلم فيها. يعني الشينتو بيؤمن بالشمس، إن تجسد الله كان في الشمس، الهندوس بيؤمنوا تجسد الله في البقرة. في أديان في ناس من المتحدثين ما يعرفوش، مش هيكبر على حد باسمه ولا كم حد، بس الفكرة أنا بحب أسلوب عندك سؤال قول، لكن جاي هدفك إن أنت تعمل مناظرة وبتتمول من جهة خارجية عشان خاطر إن تيجي تتفزلك، لا ده أنا هعمل مناظرة مع دكتور أوجستين فأنا محتاج دعم، دعموني ادوني مش عارف إيه، ويضحك على الناس الغير مسيحيين ويطلب منهم هدايا كتير والكلام ده ما أحبوش، لكن أحب النظام اللي أنا بعمله. السؤال بجواب، السؤال بإجابة. ودكتور أخي أوغسطين، في نقطة، يعني أي واحد من أي ديانة لو عنده سؤال بالمحبة يطلع يسأله بدون ما يكون هدفه مثلا أنه يشتم بالمسيحية أو يطعن بالمسيحية، كل محبة راح تجاوبه. أنا أعرف هذا الشيء. بس في ناس تانية بتعمل انتصارات وهمية، بتطلع مثلا مسيحي مش متمكن، ما بيعرفش بالكتاب المقدس أو ما يعرفش بالآيات أو مش قارئ احتمال، وبيعملوا عليه هذا حكى انتصارات وهمية وبيشتموا وبيهينوا مقدساته. اللي يضحك، اللي يضحك كمان يا فرانك، انت عارف ان اللي يضحك ان أعرف الزعماء بتوع عاملين مناظرات والكلام ده جم عندي، وانت شفت انكر دينه عندي على بث مباشر قدام ناس تبعه، ده واحد. واحد منهم تاني جه عمل بنت، جاب الاكونت بنت عندي في أعرف، البث ومتسجل. كنت حاضر فيعني مناظرات ايه يا جماعه؟ لو هنتكلم معلش بدون تكبر، لو هنتكلم عن المناظرات والمناقشات والاسئله، لا انا استاذ فيها، بس انا بحب اسلوب معين بيريحني نفسيا، اللي هو اللي عنده سؤال يجي. يعني بص تلاته تضحك، واحده كانت داخله بس كاتبه ايه، انا ما أخي بكرهش في أوغستين، حياتي ادب. اولى بس أوضح نقطة وأنزل. اتفضل. لا خليك يعني تفضل. الناس، يعني الناس بس في ناس معينة بس تشوفنا عبالك يطلع شيطانهم. يعني نحن مو بحرب، نحن مسيحيين، اللي ما يعجبه ما يدخل عنده، أو اللي عنده سؤال يطلع ويناقش بمحبة بدون إساءة ونرد عليه. ليش مثلا للإساءة والطعن؟ هاي عقد النقص، يعني هاي بالنهاية عقد النقص في اللي يعني عنده كره، هو مش واثق من دينه أو يخاف يشوف في مثلا مسيحي. وتربى على الكراهية، تربى على الكراهية. صحيح، شوف طيب اهو بس البنت اللي الأخت ندى حضرتك كاتبة، يعني ندى يعني ايه المشكلة لما نبقى مرشومين؟ احنا مرشومين واحنا صغيرين. اهو رد عليك بيتر بصراحة، الرد في الجول يعني. انت جبت الكلام ده خلاص، بس حبيت يعني أطلع أتكلم معاك، وتحياتي لك. حبيبي غالي، ربنا يباركك واشكرك كتير جدا 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 جدا. هما لازم يستوعبوا ويفهموا مناطحة ولا حرب، عملية أهم من كده، عملية نقاش بناء. هات تلتزم معانا، تفضل. السلام عليكم. سلام، تفضل. انت بتقول دلوقتي ان اميرال عايز منك متابعين عشان كده؟ طبعا. هو بتفهم عربي؟ انت بتفهم عربي؟ ما بتفهمش عربي. طب لما انا افهمك انت وهو ما تزعلش بقى. محمود، محمد، سلام ونعمة. وبتفرج على الفيديوهات اللي عندي على اليوتيوب هتفهم. تعالى مناظرة.
خلص الحضانة يا عم، خسر الحضانة وتعالى الكلام. لا لا، خلص الحضانة، خلص الحضانة. انت بتاخد شهادة دينية ايه؟ عايشين في وهم، صدقني عايشين في وهم، عايشين في وهم. عايز يسأل يسأل، جاي شخصا، جاي أوفر، جاي مدسوس، مش عندي، مش عندي. لست أنا هذا الرجل، حاول فضلك عليه. سلام عليكم يا صن أوف ذا كينج، منور يا غالي. صن أوف ذا كينج، سلام. قول لي كده معجزات المسيح، اقرا الإنجيل. أقولها لك من القرآن ولا أقولها لك من الإنجيل؟ من القرآن، المسيح لم ينخس الشيطان، وسنة حديث. أنا أمي تعرفني، أنت أمك مش معروف أبوك مين. اخرس بقى بدل ما أمسح بكرامة أمك الأرض. نكمل إجابة الأخ اللي سأل. معجزات المسيح لم يرخص من الشيطان، أتى بدون نكاح، بدون زواج، خلق، يبرئ الأكمة والأبرص، ويحيي الميت، ويعلم الغيب، وهيجي دين العالم. من المسيحية غفر، قول بقى ولا حدث ولا حرج. غفر خطايا، سلطان على الطبيعة، سلطان على الشيطان، سلطان على النباتات، معرفة الغيب، خلق. إزاي نقدر ندرس بره الإغريقية؟ تابعني يوتيوب، هتلاقي نفسك برنس. لا يعني، يعني قوم الزوت نطوا عليك، قوم الزوت نطوا عليك، أو البهيمة نكحتك ولا إيه؟ أنا بسأل. أنت جاي هتكدف على المسيحية، همسح بكرامة أهلك الأرض. وفي لا، في نتعامل معاهم في الحياة العملية. يعني في شخص من الأشخاص يعني كان بيدافع عن المسيحيين، كل واحد عندك كم سنة؟ عندي كتير. أجيب لي عروسة ولا إيه؟ عيسى بريء منا؟ المسيح مش بريء منا. زيد المسيح تسبيح، علوا الإله بنغمكم. مسيح اتصلب، مسيح اتصلب، مسيح اتصلب. المسيح صلب وخبر ثم قام. مجننكو الهدايا اللي جات لي اول امبارح، صح؟ مجنناكو. المسيح صلب، المسيح صلب، المسيح صلب، المسيح صلب. المسيح صلب. المسيح صلب وقبر ثم قام. قال بياخدوا تمويلات، بياخدوا تمويلات ليه؟ عشان هيحاولوا يدمروا المسيحية. ده لا انتم ولا اللي خلفوكم ولا أي قوة ولا أي حد يعرف يعمل حاجة. إمبراطوريات العالم كلها بما فيهم الإمبراطورية الرومانية ما عرفتش تسيطر على المسيحية، ما عرفش تنتشر على المسيحية. الوقت لو أقنعت الناس المسيح الصلب يبقى خلاص كده كله بقى مسيح، هيحصل، هيحصل. سفر الرؤيا، سفر الرؤيا أنا شرحته أخونا فرانك على اليوتيوب تفسير كامل. سفر الرؤيا بالمختصر المفيد بالأحداث الأخيرة
فبيتكلم إن في نبي كذاب وفي وحش سياسي وحش ديني هينصر النبي كذاب وهيقفوا ضد المسيح وضد المسيحية، وهم دول اللي بيمثلوا فكرة المسيح الدجال. ممكن المسيح الدجال يكون شخص، وممكن يكون التلاتة دول مجتمعين، اللي هما نبي كذاب، قوة سياسية تساند النبي كذاب، قوة دينية تساند النبي كذاب. ده في سفر الرؤيا، ده في سفر الرؤيا شرحه يعني رائع. كيف أنسى، بداية كسال بالمسيح، كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى يا مذا الجنب الجريح، كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتطوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي، من رآني في هواني فأتطوعا طبعا إليه. من شباب الكتاب المقدس أحسن بكتير، حب اسمه. أمين 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 أمين. كلمة الله حية وفعالة وأمضى كل وخارقة إلى مفارق النفس. مش هطولكم برضه، تقولوا للتمويلات انتوا جيتوا عندي تاني. خلي جهة التمويلات تقفل عليكم الحنفية لغاية لما تموتوا، ما تلاقوش حد يمولكم، تموتوا برزقكم. الجنان نحب اسمع اسم الله عليك. ثانك يو ثانك يو على الخلق. الأخ اللي بيتكلم على أخلاق، أنت أصلا بتكتب تعليقات غلط، ها؟ خد بالك، مش كده تاني. عيب 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 يا رب سامحهم. محبة وحبابتي، صلبت عشاننا وهم مش عايزين يعترفوا بالحب ده. قلت لها بس مزيكا هون مفهوم في الجامعة. يقولوا يقولوا ما هم عملوا مؤامرة فعليا عملية على الأكونت الأولاني وضربوه، وممكن يكونوا اشتركوا معاهم المسيحيين في الموضوع، بس مش مشكلة يعني، no problem no problem. خليهم. سلام ونعم كرولوس المصري. المصري تعرف تتكلم مصري، يبقى انت اكيد المصري. الجايين يعلمونا التوحيد، احنا عارفين التوحيد وعارفين التسديس، التسديس والتوحيد غير متعارضين. شو اخباري؟ نشكر الله 100 فل 14 النهارده. احسن حاجه حصلت في البث، غير طبعا الفرق طلع معايا في البث، ان واحد جه يسالني انت مسيحي؟ صراحه مش عارف كان شارب ولا ايه النظام، بصراحه شارب ايه بقى؟ الإرهاب. أمين الله يلعن. أنت دكتور في إيه؟ أنا في مجال دعاية الأدوية والتجميل و
باحث قبطي، فباحث قبطي هو فكنا فضاء. فكنا فضاء. انذار يا عم كده، دي عالم دماغ خفوق الله تعيش يا خرامي. تعاطفك واحد ومو كفاية، شارك قناة اليوتيوب. ثانك يو. شارك قناة اليوتيوب، مصر بكم. إف لو قناة اليوتيوب صدقوني روعة. الحق نفسك وروحك الملكوت بسهولة لما تفهم المسيحية بطريقة سليمة، مش بطريقة من يكذب على المسيحية أو يدلس. رجاء محبة، رجاء. مش هتفضل، مش هتفضل طبعا، ستلتزم بآداب الحوار. عندي تلتزم بآداب الحوار. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا، دن 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 دن. أهلا، تفضل. عايز تعليقات؟ ولا يا مايك، ولا يا مايك، هو شارب، شارب ميه، ولا انت قصدك على اللي قال لي كده؟ اللي قال لي كده الله اعلم كان ليه شارب ولا مش شارب، اسالني التمثيل ولا لا. سؤال عميق بصراحه يعني. الصليب والصوره، كلام عن المسيح، مفهومش النفسية دي بقى ازاي. يلا يا جماعة، اللي عايز يسأل ينجز عشان الوقت، عشان الوقت. والإخوة الجداد على القناة، قناة اليوتيوب في البايو، تقدروا تدوسوا زرار الاشتراك وتتفرجوا. فهمت المسيحية كويس جدا عشان كده، عشان ما اعتقدش انت فهمت اخرانا التعور يعني، ما اعتقد انت عارف فيه. لو انت فهمت الاسلام صح، كنت هتفهم ان الاسلام يشهد للمسيحية. بس لو انت فهمت، شكرا على تفاهمك. تمام تمام سمعنا شو لما مامتك تسمعني ارضاع كبير بيتعمل ازاي؟ هو سمعك كده، يلا قول لي ارضاع كبير ازاي، ونكاح البهائم ازاي، اشرح لي، نفسي افهم. لا، ما خلينا نحاول شيرة. لا، مش عايز اتعبه يعني. دنجي بس حيوان المكعب، المكعب يعني ما تفهمش. كلام الياه. ما فيهوش اي كلمة نكسة. قول لي بقى، اشرح لي انت ده كبير، واشرح لي نكاح البهائم ونكاح الميت. يلا، او منطق تشرح لي. بنسأل أسئلة أكاديمية. أسئلة أكاديمية، عندك سؤال؟ لا بقى، ما عندكمش أسئلة بقى، نغني بقى.
هل عمري بالحنان يطول، الحالي بالهوى مشغول. ما عندهمش إجابات بقى، غني بقى تبني كلمة في الزمان تقول بالغرام 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 بالغرام. هالكون ابتدى ويا سلام لو باقي حدا، قلبي أنا حاله اهتدى بالغرام. إيه يا جماعة؟ إيه؟ خرست يا ولد ولا إيه؟ خرست؟ مش عايز تشرح؟ أخونا فرانك دكتور في شغل عندك، اتفضل يا باشا، اتفضل، 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 اتفضل. تفضل. غالبا ده هيبقى آخر سؤال عشان بعد كده لازم أخلق عشان تردد. تمورو رايح مهمة. تمورو لا تمورو توداي. أنا دلوقتي 28 باست 12. 28 تفضل تفضل. جست ولا كده؟ تلاميذ المعاهد المسيح حياتهم بعد المسيح، حياتهم مسجلة في التقليد، مسجلة في التقليد المقدس. وهتلاقي فيديو أنا عامله على الرسل اللي حصل واستشهدوا ازاي، حصل واستشهدوا ازاي، موجود موجود عندي على اليوتيوب. تلاميذ اللي حصل معاهم واستشهدوا ازاي. واحد فيهم شفيع، اللي عنده سؤال آخر فاضل دقيقة ونطير دقيقة وهطير دقيقة وهطير عشان مذكورة حياتهم تفصيليا في التوريد. مش كله، مش كل حاجة، مش كل حاجة، بس على الأقل هتلاقي أعمالهم، كتاباتهم، الرسايل، أماكن الخدمة، كل دي كل دي هتلاقيها موجودة، كل دي هتلاقيها موجودة، معظم الحاجات ما تيسر، يعني زي ما بيقولوا ما تيسر، بس كده عمالة معكبات وأماكن تبشير حد الشغل بالظبط، بس بعد الشهادة هيكونوا ماتوا خلاص، مش هيكونوا موجودين، طبيعي، ولا إيه رأيك؟ الرسل أيوة، من أين كله كله الرسل بتلاميذ حوالي 72، كله 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 هتلاقيه موجود على قناة اليوتيوب. أقول لكم باي باي، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام، الله يكون معكم ويدوم فيكم. نلقاكم على خير في بث آخر بإذن الله. سلام سلام سلام، شكرا. سلام. باي.